تعليقي على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين الدكتور أحمد الطيب. بداية دكتور أحمد أهلا بكم. قدمتم بالتعاون مع منظمة أم القرى منحا مالية للنازحين في مخيم حسن شام الأول في الموصل، يعني هلا حدثتنا أكثر عن الحملة. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. تحية مباركة لمشاهدي قناة الرافدين. أخي، ضمن مشروع العراق الجامع، المشروع الإغاثي الكبير، وزع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين وبالتعاون مع منظمة أم القرى الإغاثة الإنسانية المنح المالية على العائلات النازحة من الموصل في مخيم الخازر حسن شام الأول، وقد شمل التوزيع 1350 عائلة نازحة. حقيقة رغم أن الأجواء باردة وممطرة كانت في هذا اليوم، فقد استطاع الفريق الإغاثي من تلبية الاستغاثة التي تأتينا من قبل العائلات النازحة وأيضا من قبل إدارة المخيم، حيث اجتمعنا بها وشرحت لنا وبينت أن العائلات ومنذ أكثر من 3 سنوات تشكو من الإهمال الحكومي وكذلك إهمال مجلس محافظة نينوى، مما اضطرها للبقاء في المخيمات لانعدام تقديم يعني أبسط أنواع الخدمات في المحافظة. كما أوضح لنا مجموعة من العائلات التي التقينا بها كانت عائدة إلى المخيم عكسية، تشكو من الأوضاع المعيشية المأساوية التي يعاني منها أهالي الموصل وانعدام فرص العمل وتفشي البطالة، ولهذا كانت فرحة العائلات النازحة كبيرة بهذه المبادرة الطيبة من هيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى بمنح هذه المنح المالية لهم. ويعني دل على شيء، فإنه تدل على أن الهيئة قريبة من العائلات النازحة من أهلنا، نخفف عن معاناتهم قدر الإمكان. نعم. الإهمال الحكومي وإهمال مجلس محافظة نينوى، الأوضاع المعيشية المأساوية، تفشي البطالة، كلها لا سيما هي أسباب لهذه الحالة. كيف وجدتم أوضاع النازحين في مخيم حسن شام؟ إلى أي مدى كانوا يعني أو هم ربما يتطلبون رعاية أكثر، رعاية صحية، ربما رعاية مرضى من أصحاب الأمراض المزمنة؟ حقيقة يعني هذه العائلات تشكو كبقية العائلات الموجودة في المخيمات التي نحاول تغطية حاجات العائلات في محافظة الأنبار أو محافظة تأميم كركوك أو ديالة، يعني الكهرباء متشابهة والمعاناة متقاربة. قل يعني كما أخبرنا مدير المخيم أن هناك قلة في الدعم الإغاثي من قبل المنظمات الحكومية أو الجهات الحكومية وكذلك المؤسسات الإغاثية المحلية والدولية. يعني أخبرونا أنه منذ 2 أو 3 أشهر لم تصل أي منظمة إغاثية إلى المخيم، وهناك قلة في المواد الغذائية، وكذلك في هذا البرد الشديد هناك قلة في مادة النفط للعائلات، وكذلك قلة الفرش والبطانيات، وكذلك الملابس الشتوية التي تقيهم من البرد. التقينا في شريحة غير قليلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، حقيقة هذه شريحة مهملة، يعني المعاقين، هؤلاء يحتاجون إلى رعاية خاصة. يعني قدر الإمكان استمعنا إلى شكواهم، ويعني إن شاء الله نحاول أن نلبي بعض احتياجاتهم. هناك مرضى يعني من كبار السن، مرضى الأمراض المستعصية والمرضى الأمراض المزمنة يحتاجون إلى الدواء، فهذه كلها شكاوى موجودة يعني من العائلات النازحة، إضافة إلى أنه صعوبة الرجوع إلى محافظة الموصل وإنهاء هذه المعاناة. الكثير من النازحين، يعني من الذين عادوا إلى محافظة الموصل، رجعوا مرة أخرى إلى المخيمات، هل لهذه الأسباب التي ذكرتموها أم أن هناك ربما أسبابا أخرى؟
يعني احنا التقينا ببعض العوائل سبحان الله كانت موجودة عائدة، وكذلك شملتهم يعني المنح المالية، وأخبرونا بعدة أسباب من ضمنها الأوضاع الأمنية والأوضاع المعيشية المأساوية وتفشي البطالة، ليس هناك فرص عمل للشباب، غياب يعني البنى التحتية، المدارس والمراكز الصحية والمستشفيات. يعني هناك صعوبة في المعيشة، أو يعني أبسط أنواع المعيشة الموجودة، يعني صعوبة في أنه تلقى هذه العائلات العائدة إلى الموصل هذه الأمور، إضافة إلى الناحية الأمنية الموجودة. فهم يفضلون العودة إلى المخيمات، ويعني استقبال هذه العدد من المنظمات على أن كيف؟ يبقوا في نعم الموصل دكتور أحمد، أخيرا وإيجاد. نعم دكتور أحمد، عذرا المقاطعة، يعني كيف وجدتم ردود فعل الأهالي تجاه هذه الحملة؟ احنا قرأنا هذه الفرحة من إدارة المخيم حقيقة، يعني استبشروا خير، أنه يعني حقيقة كيل من المديح أنه أنتم الوحيدون يعني تأتون إلى المخيم وتسألون على العائلات النازحة. هناك كثير من المنظمات الإغاثية عزفت عن تلبية احتياجات العائلات أو الاستجابة للإغاثات أو المناشدات الموجودة. يعني فرحة العوائل كانت كبيرة جدا، يعني في أنه شو اسمه توفير هذا المبلغ المالي البسيط، وكذلك إدارة المخيم يعني أبلغتنا أنه قليل من المنظمات والمؤسسات الإغاثية التي تأتينا بالشيء البسيط جدا، أما أن كافة العائلات الموجودة كما تعلمون في التقرير أن في هذا المخيم تقريبا 1350 عائلة نازحة. يعني إدارة المخيم تستبشر خير أنه من تأتي منظمة تغطي كل هذه العائلات الموجودة، فيأتون يعني يأتي جزء من المجلس المحافظة أو منظمة إغاثية تأتي بجزء بسيط جدا لا تكفي لتغطية هذا المخيم بعائلاته 1350 عائلة. فالحمد لله هيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى استطاعت أن تغطي هذه العائلات النازحة، يعني كلها توفرت لها هذه المنح المالية، وإن شاء الله احنا يعني مستمرين في تلبية احتياجات هذه العائلات النازحة إلى أن يرجعوا إلى مدنهم معززين مكرمين إن شاء الله. من أربيل الدكتور أحمد الخطيب، مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين، شكرا جزيلا لك.